زي ما بيقولوا دايما في جميع انحاء العالم ان البورصه هي مرآه للاقتصاد، زي ما انا بقول كمان ان الاقتصاد هو والسياسه هما الاثنين تقريبا بيبصوا لبعض في المرايه. زي كل يوم حد دايما بيبقى عندنا فقره اقتصاديه، هيشرفني ومنورني النهارده ضيفي دكتور نشأة الديهي، الخبير الاقتصادي وخبير الاوراق الماليه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والمصريين كلهم طيبين يا رب، ويبقى رمضان مختلف يا رب. دكتور، انا من اول مع يوم 30/6، من يوم 30/6 لغايه يومنا هذا وانا عمال اسال نفسي، هو ليه البورصه فجاه انتعشت ورا بعض كل يوم كل يوم كل يوم مكاسب مكاسب مكاسب، بعد ما الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق عزله؟ يعني البورصه دائما ما بتتحسس طريقها مدفوعه بعناصر تفاؤل او تشاؤم. يعني انا في تقديري ان ما حدث البورصه خلال العامين الماضيين يجب ان ندرس، يجب ان نقوم بالبحث ودراسه ما جرى، لانه احنا مش هينفع ندرس الظاهره على مدار كل يوم، لكن انا بجمع فتره زمنيه واشوف ايه اللي كان بيحصل وارسم المنحنى، البورصه بتطلع امتى وتنزل امتى. انا في مصر بالذات البورصه خلال الايام الماضيه هذه المكاسب التي تحققت خلال وقت وجيز وغير مبرر من الناحيه الاقتصاديه هو مبرر من ناحيه معنويه، ناحيه نفسيه، لانه حضرتك بتعرف ان البورصه الاوراق الماليه في ايد مستثمر. نعم. اما مستثمر كبير واما مستثمر متوسط واما من صغار المستثمرين. بيسمع الاخبار السياسيه، بيسمع الاخبار الاقتصاديه، وبياخد قراره من خلال استشارات المكاتب البورصه ومكاتب السمسره، بيبيع او يشتري. فبالتالي هو متابع الجزء الاكبر من خلال وسائل الاعلام، الدنيا رايحه فين؟ نعم. البلد رايحه فين؟ الكلمه دي بتسمعها كتير، هي البلد رايحه فين؟ اشتغل ولا هقف؟ البلد هتتحرك ولا البلد هتتني في حاله شلل؟ اللي حصل خلال الايام الماضيه انه الناس تنفست ربما الصعداء ولقوا انه البلد هتنطلق، وده بالفعل لغز كبير حتى عند الدول اللي بره اللي بتصف ما حدث في مصر انه انقلاب، بيقول لك كيف يكون انقلاب عسكري اللي المفروض بيتبعه مباشره انهيار في البورصه وانهيار في الاقتصاد وانهيار في كذا. لا، ده حصل في اعقاب مجاره، هنسمي مجاره ثوره، انه البورصه انطلقت وحققت ارباح وحققت كل هذه القفزات التصاعديه. ده بيقول انه لا، ده كان في حاجه مخوفه الناس، كان في حاجه جعلت الناس متشائمه، جعلت البورصه بتنهار رويدا رويدا، ثم فجاه قفزت البورصه وخرجت على السطح باللي احنا شفناه. طيب. فده مدفوع بقيم اللي انا شايفها قيم ربما تبقى محسوبه بعد كده، التفاؤل الموجوده في المجتمع من الفتره اللي جايه. انا في خلال كام سنه اللي بشتغلها في البرنامج ده في نهارك سعيد كان دايما في عندي فقره اقتصاديه، وفهمت انه الوقت المناسب انك تشتري لما يكون السعر في البورصه قليل. صحيح. فهل رد حضرتك بتقول لي انه هو تفاؤل فقط، ولا هو عشان كمان جوه البورصه الاسهم بتبقى سعرها قليل؟ هو الاثنين، ما اقدرش احيد عنصر من الاثنين واقول لا ده عشان خاطر الاسعار منخفضه فالناس اشترت، او اقول ان عشان تفاؤل. لا، الاثنين العنصرين على بعض. وابدا، ما هو ده الدراسه اللي المفروض تعمل بقى، الناس كانت مدفوعه قد ايه بالتفاؤل ومدفوعه قد ايه بانخفاض الاسعار. الاسعار منخفضه على طول، يعني خلينا نقول الاسعار ان كان عنصر انخفاض الاسعار فالاسعار بتنخفض على مدار، في ناس شاريه سهم ب 100 جنيه بقى ب 3 جنيه. فالاسعار بتنخفض انخفاضات غير مبرره، لانه بالفعل البورصه في مصر حضرتك قلت ان البورصه بتعكس الاقتصاد. نعم. والاقتصاد بيعكس السياسه. نعم. وهو دي المنظومه اللي شغالين فيها، لكن احنا كلنا نسينا، وحتى يعني اساتذتي في الاقتصاد نسيوا ان المواطن ومستوى معيشه المواطن وما نحققه من الرفاهيه الاقتصاديه هو الاساس. نعم. اللي بيعكس الاداء السياسي وبيعكس الاداء الاقتصادي، والبورصه كجزء من المنظومه كله، المواطن المصري اتغير حاله ولا حاله محلك سر؟ هو ده الكلام. اعتقد مش محتاجه خبراء ولا محتاجه كلام، المواطن المصري حاله يتدهور. نعم. احنا ثوره قامت في 25 يناير على ان المواطن المصري عايز احسن، عايز ايش، وعايز حريه وعايز كرامه كما الشعار بتاع الثوره، عايز حياته اليوميه تتغير، مش عايز ذل. اصل الذل ده مش ذل سياسي وسجون ومعتقلات وشرطه لا، عايز يعيش لما يلاقي رغيف العيش كويس، عايز يلاقي صرف صحي، عايز يلاقي ميه نقيه، عايز يلاقي ملابس، عايز يلاقي مدارس، عايز يلاقي مستشفيات. هل المواطن المصري في حياته تم تغيير جذري يخليه يتنفس ويقول انا بقيت كويس؟ اعتقد ده ما حصلش، لا بعد الثوره في 25 يناير، ولا فتره حكم المجلس العسكري، ولا فتره حكم الاخوان المسلمين، وفي هذه الفتره
الناس متفائله، لكن هل بالفعل هيتغير حال المواطن؟ هو ده السؤال وده المحك وده المحدد الاساسي ليه احنا رايحين فين. طيب. المواطن المصري خليك دايما في الاقتصاد، في السياسه، في اي مكان، رضا المواطن، المواطن البسيط مش النخبه اللي فوق. ما هو كان مصر فيها تنميه ايام حسني مبارك، تنميه 7.2%، وكل مره بقول يعني 50 مليار او اكتر. المشكله مش في ان في تنميه ولا لا، عوائد التنميه اين تذهب؟ عوائد التنميه تروح فين؟ هل التنميه دي بيحس بيها المواطن قصدك ولا ما بيحسش بيها؟ لان بتروح يتم توزيع عوائد التنميه على جزء يسير من المجتمع، جزء قليل جدا. طيب. وبقيه المجتمع زي ما انت شايف حالته. طيب. عاوز التسارع على الشراء في البورصه والتفاؤل اللي حضرتك بتقوله لي ده، هل هينعكس على سعر العمله، سعر الدولار؟ هو ملوش علاقه بسعر العمله والدولار، لكن التفاؤل له علاقه. يعني التفاؤل نفسه اللي شاع في المجتمع بعد الايام الاخيره دي، بعد الحركه الجديده وعزل الرئيس مرسي والاخوان والقصه دي كلها، سعر الدولار على مستوى السوقين، السوق الرسميه والسوق الموازيه اللي هي السوق السوداء بنسميها، انخفض من تقريبا كان 7.5 جنيه في السوق السوداء، وصل بقى 7.10 7.5. بالنسبه للسوق الرسمي كان 7 تقريبا، يعني شغال في 7 الا ملي الا قرش 7 وقرش، دلوقتي بقى اقل من 7. فبالتالي الاقتصاد مدفوع بحاله تفاؤل كبيره جدا، حاله دفعه ودفقه من التفاؤل في ربوع كل الاجنحه الاقتصاديه، سواء القطاع المصرفي، قطاع الاوراق الماليه والبورصه، القطاع البنوك اللي هو القطاع المصرفي، والقطاع التجاري استيراد والتصدير، وبعدين القطاع الاستثماري ده الاهم. القطاع الاستثماري اللي هو هيعمل استثمارات، هيشغل مصانع واقفه، هيشغل عمال، العمال هيشتغلوا يطلعوا انتاج، الانتاج يدفع عليه ضرائب. هو ده المحك النهائي في الاقتصاد عشان يعكس على المواطن البسيط في الاخر. طيب بعد برضه 30/6 او ثوره 30/6 ابتدى السعوديه تبعت فلوس بسرعه، والامارات بتبعت فلوس بسرعه، بغض النظر عن يعني الفلوس دي هترجع او في فلوس منها هترجع وفي منها قروض، والكويت وراها. هل ده مؤشر يدينا برضو نوع من التفاؤل ولا برضو دي لعبة سياسة؟ لا قطعا 100%. خلينا ناخد الاجزاء المبهرة من الموضوع ونتخوف بحذر من اي حاجات اخرى. انه في اعقاب الثورة هذه التدفقات المالية الكبيرة ضخمة، يعني 12 مليار خلال في ايام مخرجات انت، واحنا كنا قبليها عمالين ندعي يا رب البنك الدولي، البنك يا رب الدولي يدينا 4 و8 من 10، قرض الصندوق احنا عمالين بندعي زي ما حضرتك بتقول، وفي خلافات داخلية والفايدة لا ربا لا مش ربا، لن ياكل المصريين ربا، القصة اللي انت فاهمها دي كلها، انه القرض في الاخر ما جاش لحاجتين برضه: عدم ثقة المؤسسة الدولية في اقتصادك، اثنين عدم مهارة وكفاءة القائمين على التفاوض مع الصندوق. يعني ده السببين في تقديري اللي أخروا القرض حتى هذه اللحظة. ومفيش عملية وفاق سياسي، مفيش عملية إجماع سياسي على إن احنا عايزين قرض ولا لأ. في أطياف كتير جدا بتخش في الموضوع بتدخل، ربما بعدم خبرة، ربما بغش، ربما بقصد لإيقاف الموضوع، بس النهاية إن القرض ما جاش. في ظرف 24 ساعة هتلاقي عندك داخل عندك 12 مليار دولار في صور متعددة، إما قروض ميسرة، إما سولار ومحروقات، إما فلوس نقدية تضاف للاحتياطي. في كل الأحوال بتعطي دفعة معنوية إضافية خارجية من دول الخليج، لأنه مصر كما نعلم جميعا ده في ظل برضو التفاؤل وفي ظل التشاؤم. يعني انا المتشائمين ليه؟ فلوس داخله لك، فلوس داخله البلد. في كل الاحوال مفيش مجال للتشاؤم عندي. انا متفائل، بقول ان التفاؤل، قطعه التفاؤل او جزء التفاؤل، انه في اعقاب هذه التدفقات النقديه هيعقبها تدفقات نقديه اخرى في صور استثمارات، وده المهم جدا. يعني انا الدوله في السعوديه والامارات والكويت وما عقبها من دول ان شاء الله متوسمين خير، والصندوق اللي اتعمل اللي هو 30/6/30/6 لدعم الاقتصاد المصري، كل ده بيدي صور، بيقول انه لا في تفاؤل في البلد، لا البلد دي هتتحرك، لا الدول نفسها قرارات الحكومات بتساعد. يبقى عندي في وئام بين الحكومات اللي ادت فلوس وبين الحكومه المصريه. انا بقول الناس، في ناس بتقول انه ده مساعدات سياسيه، مساعدات سياسيه، وما لعيبه في ذلك؟ يعني ايه العيب ان في من ايام عبد الناصر في مساعدات سياسيه لمصر؟ مفيش ما يعيب. نمره 2، الدول اللي اعطتنا هذه المساعدات مش اعداء، لا دول كان في جفوه في العلاقه نتيجه ان النظام ما كانش عارف يستوعب الدول دي. الدول دي ظهير استراتيجي ليك، ما ينفعش اتخلى عنهم وما ينفعش يتخلوا عني. فبالتالي انا لما الدول دي تساعدني دلوقتي وكانت ماسكه، انا مش مطلوب منك تهاجمني واساعدك، مش مطلوب منك تهددني واساعدك،
ده كان حاصل قبل كده، فبالتالي ما كنتش تنتظر مساعدات من هذه الدول. دلوقتي بمجرد ما زال السبب بدأت تتدفق المساعدات كالمعتاد. يعني كان في نظام مبارك فيه طيب. مساعدات طيب. بس احنا عايزين ننبه الناس نقول لهم انه ما تفكرش المساعدات دي هتزل للشعب المصري اطلاقا. الناس بيساعدوك عشان انت في ازمه، الناس بيساعدوك عشان انت في ورطه ماليه، بالتالي انت بتمد ايدك للبنك الدولي والصندوق الدولي وامريكا وغيره. لا، دول اولى، دول اخواتك، واجبهم وحقك. طيب دلوقتي هنقول ان دول بيساعدوك كويس، طب واحنا بقى مش ناويين نساعد نفسنا؟ يعني احنا مش ناويين مثلا ننزل نشتغل بجد بقى؟ مش ناويين ان شاء الله ان احنا نفتح المصانع تاني؟ مش ناويين مثلا نشجع المستثمر بقى اللي هو هيجي يفتح مصنع عشان يشغل ناس؟ خليني اقول لك انه انت جيت على مربط الفرس اللي هو الناس بتساعدني. وفاكر زمان قعدنا انا وانت قاعده برضه وبنتكلم على الفلوس اللي هتيجي من بره والفلوس هتيجي توزع، قلت لك هنبقى وانت عايشين. لا، انا قلت لك هذا يعني بيضحكوا على الناس. مفيش فلوس جايه، مفيش فلوس اسمها الاموال المنهوبه وغيره، نهبت وراحت خلاص انتهى، لازم نشتغل. ده الكلام ده بعيده دلوقتي، بقول انه فعلا السعوديه بتدي والدول بتدي وهنجيب فلوس وغيره لتسيير الامور الحياتيه في مصر. عندي ازمات، انا عندي في اليوم الواحد عجز بالاراضي المصروف حوالي 500-600 مليون جنيه. فبالتالي احنا عايزين الناس تبدا تهدى، ترسى، المستثمرين يبداوا يفكروا بالراحه انا هبدا اشتغل ازاي. والحكومه الجديده انا في تقديري حكومه انتحاريه، لانه جات اجواء صعبه جدا. والدكتور حازم البلاوي المفروض يعني هو استاذنا من الناحيه النظريه، نتمنى له التوفيق من الناحيه العمليه. هو قعد 4 شهور في وزاره الماليه وطلع كتاب قال فيه 4 اشهر في سجن الحكومه، يعني كان مبتئس جدا ومكتئب جدا ومتضايق جدا من الفتره اللي قضاها في الحكومه، كان فيه روتين وغيره. دلوقتي هو اصبح رئيس الحكومه وبيستعين بناس، يعني انا اثق تماما فيما استعان بيهم الدكتور زياد بهاء الدين، من الشخصيات الرائعه. انا يعني لانه كان ماسك الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره فيما قبل، واستقال لانه شايف الامور ما كانتش ماشيه مظبوط. دلوقتي اصبح هو بيدير العجله الاقتصاديه وعنده الدكتور الببلاوي كاستاذ اقتصاد. فانا متخيل ان الفتره الجايه تبقى فتره تصحيح مسار، فتره تصحيح مسار مش فتره انجازات، يعني تبقى يصوب الامور، يصح المسار، يبدا يحط الناس على اول الطريق لغايه ما تيجي حكومه منتخبه ويجي برلمان ويجي دستور جديد ورئيس جديد. وده اللي احنا عايزينه بسرعه شديده جدا، لان مصر ما ينفعش تبقى دوله خارج اطار الديمقراطيه المحترمه اللي كنا بنحلم بيها وكل مصر بيحلم بيها. فانا بقول انه الحكومه حكومه انتحاريه، عليها ان هي تنجز شويه حاجات اهمها من وجهه نظري قبل ان يعمل المصالحه الوطنيه. لان المصالحه الوطنيه لازم تكون مصالحه، ولا يجب ان يسخر احد بكلمه مصالحه، ولا يجب ان يستهون احد بكلمه مصالحه. مصالحه بين كل فئات الشعب، مصالحه بين المتناحرين سياسيا، على الجميع ان يتنازل تنازلات مؤلمه يمينا او يسارا. في الاخر لن تنطلق هذه البلد الا بكل ابنائها من كل التيارات. فالحكومه والرئيس المؤقت وكل من يتولون الامور الان عليهم ان يبحثوا في اول ملف هو ملف المصالحه الوطنيه واستيعاب الجميع. احنا كنا على فكره ما كانش في خلاف مع الاخوان، هو كان في خلاف مع الاخوان. خلاف الوحيد مش في وجود الاخوان في الحكم، الخلاف الوحيد في تغول الاخوان في الحكم. يعني الاخوان لو كانوا استوعبوا كل المعارضه وعمل حكومه توافق وطني وغيره اللي كنا كله بينادي بيها، اعتقد كانت الامور مشت. لكن الخلاف ما كانش مع وجود الاخوان كاخوان تابع للسلم السياسي اطلاقا، كان مع تغول، عدم استيعاب الاخر، عدم الاستماع للاخر، عدم الاستماع للمعارضين، عدم استيعاب المعارضين. هو ده كان الخلاف على الاخوان. لا يجب ان نكرر التجربه ونقصي طرد السلم السياسي، لا يجب ان يندمج فيه العمل السياسي باليات جديده ترضي الشعب المصري وتؤدي الى تحقيق انجازات على الارض. طب حضرتك دكتور خبير في الاقتصاد، هل الاسهل ان انا احاول اضبط الامن واشغل السياحه بسرعه اسهل او مش اسهل اسرع، ولا ابتدي اتكلم مع مستثمرين عشان يجي يعملوا لنا استثمار واشغل ناس؟ الاستثمار اللي هكلم الناس هيجوا حتى لو وافقوا بسرعه يجوا. يعني ايه الاولويه في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي؟ الاستثمارات الساخنه الاول، يعني احنا بنسميها استثمارات ساخنه، يعني تيكاوي سريع هتنجز بسرعه وتنتج معاها بسرعه، هتشبعني بسرعه. الاستثمارات الطويله بقى طاقه طويله، عايزه بقى شغلانه عشان اخد. معلش قصدك ايه بالطويله والقصيره؟ قصدك ايه السياحه يعني؟ دي انيا يعني بعوده الامن بتعود السياحه. تمام، بشويه اجراءات لجذب السياح وحمله تنشيطيه. اعتقد السياحه لانه لم تنقطع السياحه، هي قلت لدرجه كبيره جدا، وصلت لما نسميه بالقاع الصخري، الا انه في سياحه واقدر استطيع ان انا اجذب واعمل تنشيط. فالسياحه زي ما حضرتك بتقول انه من الحاجات الساخنه السريعه جدا. وفي مصانع عندي 1200-1300 مصنع عطلان، هشغلهم بشويه قروض بسيطه $1 مليار غير مصانع تشتغل، دي تكاوي برضو. لكن الاستثمارات طويله الاجل او المستثمر لما اجيب مستثمر عشان يخش مصر النهارده
يعمل استثمارات هيسمع بعد 3 سنين. نعم. فبالتالي دي طويله الاجل. المواطن عايز ياكل النهارده، نعم. عايز يعيش النهارده، نعم. عايز يقلل الفجوه التمويليه النهارده، عايز يزود، نعم. السيوله النهارده، نعم. عايز يقلل البطاله النهارده. كل ده محتاج ايه؟ محتاج اشتغل على محورين. محور الطويل الاجل ده خلينا نتكلم فيه ومن خلال اليات حكوميه وخطط خمسيه وغيره، وعندي خطه انيه ان انا ابدا حالا دلوقتي ارجع السياحه، حالا دلوقتي ارجع المصانع المتوقفه نتيجه مشاكل تمويليه او مشاكل عماليه او قضايا او غيره، مصالحه مع كل رجال اعمال. ما فيش حاجه اسمها رجال اعمال فلول ورجال اعمال اخوان، كله رجال اعمال مصريين. ما فيش عندي بالمواطن مصري يساري ومواطن مصري يميني. لن تنطلق هذا البلد ولن تنطلق هذا الوطن الا ان يكون كل الناس سواسيه، كل الناس يعني سواسيه امام القانون، وكل الناس لهم حقوق وواجبات. اتصور انه مصر تستوعب الجميع. لا يمكن ان عربه الوطن تستوعب فصيل واحد، لا يمكن، سوف يفشل هذا الفصيل. عربة الوطن تسعى جميع الفصائل الموجودة في مصر، والحمد لله كل الفصائل اللي عندي فصائل ربما خلافات بسيطة جدا، ما عنديش خلافات ايديولوجية حادة، ما عنديش طوائف. مصر دولة وسطية، مصر دولة سهلة، دولة صعبة الحكم لكنها سهلة. اقدر اقود الناس بسرعة واقدر اقنع الناس بسرعة من خلال قرارات حقي على الارض، وهذه القرارات تثمر لمصلحة المواطن البسيط في النهاية، مش نخبة بسيطة. حلو دفء يعني حقنة التفاؤل اللي حضرتك اديتهاني واديتها لمشاهدين نايل لايف النهارده. لا انا متفائل. حقنة التفاؤل جميلة جدا يعني، بس مش تفاؤل كاذب. مش تفاؤل كاذب. لان دايما في تفاؤل كاذب مش مبني على اسس. لا احنا مبني على اسس رغم الظروف الصعبة اللي احنا في، صعبة جدا من ناحية سياسية، ويعني كان الله في عون القائمين على الامر، كان الله في عون المتخاصمين، لانه لازم كل دوت يعني يتلاشى سريعا، الا انه في مؤشرات ايجابيه، في ضوء، بؤر ضوء في النفق المظلم. هو نفق مظلم بالفعل، بس في بؤر ضوء احنا شايفينها ويجب ان نتمسك بها. وفعلا يعني اخر كلمه بقولها ان كان الحلقه خلصت، انه احنا لازم يكون عندنا حسن ظن بالله. حسن ظن بالله، بقول للناس فما ظنكم برب العالمين. لازم اظن في الله انه هيحفظ البلد، هيديني خير، هينزل عندي خير. لو كان في رزق هيطلع، في رزق فوق هينزل، ان شاء الله هتحرك الدنيا ويهدي الجميع. ويهدي الجميع، اللهم اهدنا جميعا. دكتور نشأت الديه، خبير الاقتصادي وخبير الاوراق الماليه، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا. نورتنا فن. الف شكر، سلام طيبين. فاصل وراجعين حالا.